خسوف القمر نشر مشاعر الرعب والقلق بين الشعوب على مر التاريخ، خصوصاً يوم كان يصير خسوف كلي، لأن الناس ما كان عندهم أدنى فهم لمسببات الخسوف، فبالتالي ربطوا هذه الأحداث بالأساطير والقصص الخرافية. ما بنرجع وايد لزمن الأساطير، ولكن خلونا نشوف قصة كريستوفر كولومبس مع خسوف القمر. خلال الرحلة الرابعة والأخيرة لكولومبس للعالم الجديد، تعرضت سفينتين من اسطوله للتلف. وبعدها رسى بباقي سفنه على شواطئ جامايكا في 25 يونيو من سنة 1503. سكان جامايكا رحبوا وضيفوا بكولومبس والبحارة، لكن بعد 6 أشهر تمرد طاقم كولومبوس وبدأوا بسرقة وقتل السكان. اللي قرروا انهم ما يساعدون كولومبوس والبحارة. كان عند كولومبوس تقويم يتنبأ بحدوث خسوف في 29 فبراير سنة 1504، فقرر انه يقابل رئيس جامايكا ويخبره إن الآلهة تشعر بالغضب لأن شعبه حرم البحارة من الطعام، وطلب منه ينتظر إشارة تظهر غضب الآلهة بعد 3 أيام، وإن القمر بيظهر وهو مشتعل بالغضب. ويوم ظهر البدر الأحمر في ليلة الخسوف، انتشر الرعب والخوف في قلوب سكان جامايكا. اللي ركضوا باتجاه السفن حاملين معاهم الطعام، قبل ما تنتهي مرحلة الخسوف التام قال كولومبس لأهل جامايكا بأن الآلهة سامحتهم وأنها بترجع القمر. حيلة كولومبس ساعدته في تزويد سفنه بكل ما يحتاجونه، وبعدها أبحر كولومبس ورجاله إلى إسبانيا. لكن بعيد عن هذا التراث الشعبي وحيلة كولومبس اللي شفناها، السؤال اللي يطرح نفسه هو ما هو خسوف القمر؟ أول شيء لازم نعرف إن الخسوف ما يصير إلا يوم يكون القمر بدر، وسبب اصطفاف القمر والأرض والشمس على خط واحد، وبتكون الأرض موجودة بين الشمس والقمر، فيحجب ظلها ضوء الشمس عن سطح القمر ويصير الخسوف. وفي حال كوكب الأرض حجب كل الضوء عن القمر يكون الخسوف كلي، وإذا حجب جزء من الضوء يكون الخسوف جزئي. القمر ما هو جرم يظهر ويختفي في السماء، بل تأثيره على كوكبنا كان سبب من الأسباب اللي ساهمت في استقرار الأرض على مر العصور. ولكن شو هو هذا التأثير؟ قبل حوالي 4.5 مليار سنة يوم تشكل القمر صار في جاذبية متبادلة بينه وبين الأرض. هذا الشيء سبب تباطؤ دوران الأرض وزيادة طول اليوم من 5 إلى 24 ساعة، وما يزال القمر يتسبب في تباطؤ دوران الأرض بمقدار ضئيل وهو 0.002 ثانية كل 100 عام. قوة الجذب بين الأرض والقمر تساهم أيضا باستقرار ميل محور الأرض، والميل الثابت حاليا عند 23.5 درجة كان السبب بامتلاك الأرض مناخ متعدد الفصول ومستقر إلى حد ما. لولا وجود القمر لاستمر محور الأرض بالتمايل. القمر والشمس يساهمون بحدوث ظاهرة المد والجزر على سطح الأرض، إلا أن تأثير القمر بهذه الظاهرة يفوق تأثير الشمس بضعفين. ظواهر المد والجزر لعبت دور مهم في تشكيل المحيطات وفي تطوير الحياة على الأرض قبل حوالي
3.8 مليار سنة. القمر رافق الإنسانية من بداية وجودها ولا يزال، ولكن إذا القمر أساساً ما كان موجود، فهل بتكون أرضنا مثل ما نعرفها اليوم؟ في حال عدم وجود القمر على الإطلاق، فإن الأرض بتكون مكان مختلف جداً. بيكون طول اليوم الأرضي بين 8 إلى 10 ساعات فقط، نظراً لعدم وجود القمر اللي يلعب دور رئيسي في زيادة عدد ساعاته. وتزايد سرعة دوران الأرض بيؤدي إلى هبوب رياح بسرعات كبيرة للغاية، تتراوح بين 160 إلى 200 كيلومتر في الساعة. أما عدم ثبات محور الأرض بيسبب في حدوث تغييرات جذرية في درجات الحرارة على مدى آلاف وملايين السنين. وعلى الرغم من استمرار حدوث ظاهرة المد والجزر في المحيطات، إلا أنها بتكون ضعيفة جدا، نظرا لأن الشمس هي المصدر الوحيد المتسبب بها. خلونا نفترض أن يوم من الأيام القمر اختفى، شو بيستوي فينا؟ الواضح أن جميع الكائنات ونحن أيضاً على الأرض بنكون في ورطة حقيقية، لأن بنضطر مواجهة بيئة مختلفة تماماً. ومع أن التغيرات على الأرض ممكن تصير على مدى مئات أو آلاف السنين، إلا أنها بتحمل عواقب مخيفة. من دون وجود القمر بيفقد محور الأرض استقراره، وهذا الشيء صعب من إمكانية التنبؤ بدرجة الحرارة. خلونا نذكر مثالين بخصوص هذا الشيء، وهما مدينة روما الإيطالية ومدينة ستوكهولم السويدية. خلال فصل الصيف يكون متوسط درجة الحرارة العالية في روما 29 درجة مئوية، أما في فصل الشتاء فبتكون متوسط درجة الحرارة العالية 13 درجة مئوية. أما مدينة ستوكهولم فتبلغ أعلى درجة حرارة في فصل الصيف 20 درجة، أما في فصل الشتاء فبتكون 0 درجة مئوية. إذا تغير ميل محور الأرض، فإن درجة الحرارة في هاتين المدينتين بتتغير بشكل جذري. زين، تخيلوا لو صار تبادل بدرجات الحرارة بين المدينتين، فإن البنية التحتية ببساطة ما بتكون مناسبة لحماية البشر وطعامهم وعملهم. يعني بينفرض على المواطنين الإيطاليين والسويديين أن يتأقلمون مع الظروف الجديدة اللي فرضت عليهم. ممكن يكون السفر أو الانتقال أحد الحلول اللي يلجأ إليها الناس والكائنات الحية، ولكن شو بيصير لباقي الكائنات اللي ما تقدر تنتقل؟ الشعب المرجانية على سبيل المثال هي نظم بيئية حساسة ومعقدة للغاية، وممكن ما تكون قادرة على التكيف بسرعة كافية مع التغييرات الحاصلة في درجات حرارة المياه، وغالباً بتموت. بتخسر الأرض نتيجة حدوث تغيرات في درجات الحرارة مناطقها الباردة، يعني الجليد اللي في القطبين بيذوب ويتسبب في ارتفاع منسوب مياه المحيطات، وهذا بيؤدي إلى حدوث تغيرات تشمل السواحل في جميع أرجاء العالم، وبتغمر المياه بلدان مثل هولندا والمالديف. وأيضاً مع تغيير ميل محور الأرض، الفصول الموسمية بتختفي وتترك عواقب بعيدة المدى. يمكن معرفة هذه العواقب عند التفكير بأن العديد من الكائنات الحية تنمو وتتزاوج وتهاجر في أوقات محددة من السنة. وأيضاً بتأثر التغيرات الجذرية في درجات الحرارة على المناخ وعلى موسم نمو النباتات، وهذا الأمر بيخلي عملية إنتاج الغذاء لمليارات البشر شيء بغاية التعقيد. كل سنة يضعف القمر من قوة ارتباطه بالأرض، فيبتعد عنا بمقدار 3.8 سنتي عن مساره القديم. ويقول العلماء أن القمر يوم تكون كان يبعد عن الأرض بمقدار 22,350 كيلو، واليوم يبتعد عنا بمقدار 450,000 كيلومتر. ولكن سؤالنا هو، ماذا لو كان القمر يقترب إلينا بدل من ما يبتعد؟ القمر يبعد عنا 384,000 كيلومتر، ولو اقترب منا أكثر، أول ملاحظة بتكون في مياه البحار اللي بترتفع أكثر فأكثر.
والشيء الثاني الأرض بتسرع في دورانها حول محورها، والرياح بتعصف في كل مكان بسبب سرعتها. لأن مثل ما قلنا القمر يشكل نظام ثنائي متوازن مع الأرض، فهم مرتبطين بالجاذبية، فإذا اقترب القمر منه فتسرع دوران الأرض. لكن إذا اقترب القمر لحد يعرف بحد الروش أو الروش ليمت، وهو يبعد 3100 كيلومتر من سطح الأرض، بيسبب في تفكيك القمر إلى نيازك تلف حول الأرض وتشكل مدار كحلقات زحل، وتبدأ بعدها بضرب الأرض. فعند هذه المسافة تتغلب جاذبية الأرض على جاذبية القمر. جاذبية الأرض قدرت عبر مليارات السنين أن تأسر القمر وتمنعه من الدوران حول نفسه لأكثر من مرة كل شهر. وبعدها بدأ القمر يبتعد، والأرض بدأت تتباطأ حول محورها، وتكون النتيجة أن تدور الأرض مرة كل 24 ساعة ولا تزال تتباطأ. علاقة كونية منظمة ومحسوبة بطريقة تفوق الخيال.